أهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت اللبناني. بهالحلقة بدنا نشوف كيف بدنا نعمل وصفة كتير طيبة وهي شيخ المحشي. مكوناتها كتير بسيطة والطريقة اللي رح نعملها فيها كمان كتير سهلة. أول شي بدنا نعمله نحضر البتنجانات، بدنا نعمل قلية ونفلفل رز، فيلا خلونا نبلش. أول شيء بدنا نبلش فيه بدنا كيلو باذنجان وسط أو للحشي، بغسله أكيد كتير منيح، وبدي شيل هول العنوقة عن الجنب، في شيلهم بإيدي أو بالسكينة، وبرجع بدي قص هيدا العنق من فوق. في أشخاص بيتركوه بس أنا بحب إني شيله. من بعدها بدي أشير الباذنجان بالطول، أكيد هيدا شيء اختياري بس كتير بجميل الباذنجان لما نقشرها بهالطريقة. فينا نقشرها من محلين، من ميلتين أو من ثلاث ميلات مثل ما أنا عم بعمل. هلا بدي أحط ملعقتين زيت بطنجرة وبدي بلش قلي الباذنجان على دفعات. بدي خليهم على نار قوية لحد ما يستووا، وبقلبهم كل شي دقيقة أو دقيقتين. والهدف انه ياخدوا هيدا اللون الذهبي الحلو اللي عم بتشوفوه هلا بالفيديو. انا قسمتهم على دفعتين كرمال يضلوا مرحرحين بالطنجرة. وهلا رح اقلي تاني فوج بنفس الطريقة اكيد، وبس يستووا بدي قص الباذنجانة بالطول. مثل ما ملاحظين أنا حاطة كمية كتير قليلة من الزيت بالطنجرة، وإذا حبيتوا كمان فيكن تحطوا شوية زيت بصينية وتفوتوا الباذنجان على الفرن لمدة ساعة، كمان بتطلع معنا نفس النتيجة اللي بتطلع معنا بالمقلاية وأخف حتى زيت. وهلا بدي حضير القلية. هلا بدي حمي شوية زيت، انا حطيت هون زيت نباتي وزيت زيتون مع بعضهم، وبدي اضيف عليهم البصل اول شيء. بس تشقر البصلة بضيف اللحم، أكيد بدنا لحمة مفرومة، بضيفها على البصلة وبدي أقلبها كتير منيح. بهارات اللي بحطها للحمة أنا كتير بسيطة، بحط ملعقة صغيرة قرفة ناعم، وبحط أكيد ملح ملعقة صغيرة، رشة بهار حلو ورشة سبع بهارات. بطلني قليها على نار متوسطة لحد ما تستوي اللحمة معي منيح. وبرجع بحطهم كل الباذنجانات بنفس الطنجرة، بقصهم بالطول يا بملقعة يا بسكينة هن لأنه بيكونوا طريو كتير منيح،
وهلأ بدي حط الحشوة اللي حضرناها. أنا كتير بحب حط بندورة شقف على وجهها، أنا هون محضرة كبايتين مي ومدوبة فيهم ملقعتين رب البندورة، بحركهم كتير منيح وبدي أضيفهم هلأ على الطنجرة. وهلأ بدي حط الطنجرة على نار قوية لحد ما تغلي، وبس تغلي بخفف النار وبعير تقريبا نص ساعة أو لحد ما تسمك صوص البندورة معه. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. أنا بحب رش عليها رشة نعناع يابس بالطيبة. بعد نص ساعة رح تكون معي الطبخة صارت جاهزة وحاضرة لنقدمها. فينا نقدمها مع رز مفلفل، وعن جد كتير سهلة وكتير طيبة هالوصفة. اللي مش مجربة اي جربة، واللي بيعرفها وبيحبها اكيد هلأ تشه عليها ورح يعملها. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم، اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وما تنسوا تضغطوا على الجرس تما يروح عليكم ولا فيديو من فيديوهاتنا. وباي باي.